مدرب المنتخب الأردني حسين عمود. حسين مرحبا بك، شكرا جزيلا. اشرح لي ما حدث في الميدان المباراة. كان هناك حديث كثير حول ربما بعض المنتخبات تريد أن تختار المنافسين، أنا أريد أن أسمع منك. هو صراحة يعني الهاجس الأول اللي كان عندنا هو الحفاظ على المجموعة في الدور المقبل بغض النظر عن المنافس. طبعا الكل تعرف لأنه كان من المغامرة أننا نلعبوا بإحسان حداد اللي عنده كرت أصفر وعنده إصابة بعد خفيفة، موسى التعمري، نزار رشدان بعد ما فقدنا نور روابدة اللي هو أساسي في في المقابلة الأولى، الكسر اللي عنده يعني في الظل، وبالتالي ما كانش يعني من المغامر أو ربما يعني قرار سيكون يعني صعب أننا يعني نغامروا حتى بنزار اللي هو الأساسي الثاني بعد نور أنه حتى هو نفقده يعني في الدور يعني اللي هو مقبل. طبعا إضافة إلى يزن يعني في الدفاع، وتتعرف أنه المدافعين لا إحسان ويزن معرضين يعني لكسب هذه البطاقة لأنه تدخلات هما مدافعين دائما تكونوا معرضين أنهم يأخذوا البطاقات. يعني كان الهجز الأول هو الحفاظ على المجموعة، لا الإصابات ولا القروض، وعطينا فرصة في نفس الوقت، عطينا الفرصة أمام نقولوا ما بين قوسين يعني الصف الثاني أو البدلاء على أنهم يؤدوا بالشكل الجيد. مع الأسف كانت بعض الفرص يعني المحتشمة ديال التسجيل لم نصل للمرمى، وارتكبنا بعض الأخطاء يعني في الدفاع خاصة يعني في العمق في المرتدات، وهذا اللي خلانا أننا يعني نهزموا في المقابلة. أنا أظن أنه الأساس في هذا الدور الأول هو التأهل، وهو يعني لعب يعني الدور المقبل يعني بالقوة الكاملة ديال اللاعبين. شكرا جزيلا. شكرا.